عمري ما كان نفسي ابقى ممثله. اكتر دور قريب لقلبي هو نمره 2. انا استمتعت جدا 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 بالشغل مع استاذ هاني خليل، وحسيت فعلا ساعتها ان يعني ايه مخرج يبقى مهتم بكل تفصيله في اللوكيشن، مهتم ان الممثلين يبقوا مرتاحين وفي هارموني مع بعض، مهتم ان هو يطلع كل كنتوفه من الممثل وعايز الممثل يبقى طالع باحسن صوره وباحسن شكل. دلوقتي بس بصور دليلك الذكي الى الطلاق، وبعمل بروفات مسرحيه اسمها العشيق، هي اصلا مسرحيه انجليزيه بتاعت هايل فينتر. لا وايه، كل ما نتكلم تحسين انك خلاص واعيه كده ومركزه، وهم بتقولي مكفيه على بوزك. انا كنت بدرس رقص معاصر كذا سنه، وبعد كده سافرت بره مصر، كنت ناويه ان انا امشي بره البلد، وبعدين رجعت عشان المفروض اخلص ورقي وكده. جالي اوديشن اول مره دي خالص، كانت في مسلسل لعبه النسيان. تمام، هو كان مشهد انا كنت رايحه متحمسه جدا، ويعني اللي هو بقى هعمل دور عمري لا اول مره في حياتي اقف قدام كاميرا. المهم كان لسه اول ما قالوا يا كورونا، يعني ما كانش فيه لسه بقى الناس عارفه ايه الكورونا دي وبتعمل ايه وكده، كان كل اللي الناس فاهماه ان دي حاجه بتموت. لقيت دكتور بالطو كده جاي يقول لما معلش يا اساتذه احنا بس محتاجين نقيس درجه حاله الاستاذه، فلاقيها 38. معلش يا اساتذه احنا متاسفين جدا، الاستاذه مش هينفع تصور، الاستاذه اشتبه في حاله كورونا. فكان حصل بقى ديبيت ما بين المخرج وما بين الدكتور ان هي لازم تصور، احنا في الصحراء ومفيش ممثله هتيجي دلوقتي واحنا متاخرين. يعني خلصت المشهد ده طلعت بره بقى عايزه بقى اشم هوا بقى، اشوف بقى هروح على اي مستشفى دلوقتي. فلقيت بقى الدكتور بقى جاي يقيس حرارتي، فلاقيها 35. قلت له موتني خلاص، يعني بوظت سوكسي دخولي عالم الفن. واضح طبعا تليفوناتي ما بتردش عليها. معلش غصب عني، مودي مش حلو خالص، انت اكيد متخيله. متخيله يا عمرو، وحاسه بيك جدا، بس انا فعلا قلقانه عليك. بصي انا مش بؤمن قوي بالابراج، بس بؤمن قوي ببرج الجوزاء، بجد بشفق على الناس اللي بتتعامل معايا، بس هو برج لذيذ جدا والله، عمرك ما هتزهقي منه، متعب قوي بس عمرك ما هتزهقي منه. انا ممكن اقعد السنه بحالها اعمل كل حاجه على قد القد بجد، علشان ابقى محوشه واخر السنه اسافر، واسافر اتشحطط بقى، اتشحطط يعني ممكن امط السفريه مثلا لشهر وانام في الشارع، بس اسافر والف بجد واشوف كل حته في البلد. انا كنت عايزه اطلع حاجات كتير قوي، كنت عايزه اطلع مهندسه ميكانيكا سفن، تفهميش ليه؟ كنت عايزه اطلع راقصه، كنت عايزه اطلع رسامه، كنت عايزه اطلع عالمة، كان عندي ميكروسكوب كده برضو وانا صغيرة، يعني كان عندي حاجات كتير قوي وانا صغيرة كنت عايزة اطلعها. دلوقتي عايزة انام.